حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الموقع بوست: وفاة ضابط في تعز أفرج عنه الحوثيون قبل 3 أشهر. 26 سبتمبر: ميليشيا الحوثي تقصف قرى مديرية الصلو ب 44 قذيفة خلال 24 ساعة. الحياة: مسقط تتعهد بمساعدة هادي لوقف القتال. القدس: رئيس الفلبين مخاطبا شعبه: لا أجد مرشحا أفضل من ابنتي سارة رئيسا لكم. أهلا بكم. من هو العقيد في أمن تعز الذي توفي جراء تعذيبه في سجون الإنقلابيين؟ يتساءل الموقع بوست في صفحته الرئيسية، مضيفا أن الضابط في إدارة شرطة محافظة تعز محمد جعفر الجندي توفي متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية بعد 3 أشهر من خروجه. وقالت ناشطة إعلامية في المنطقة للموقع بوست إن الميليشيا الإنقلابية اختطفت الضابط محمد جعفر من منزله في منطقة الجند شرق مدينة تعز في 24 من أغسطس العام الماضي، وكان حينها يعاني من جلطة أصابته وكان من المقرر له السفر لإجراء عملية. وأضافت أن الضابط محمد جعفر تعرض للتعذيب الشديد والضرب المتواصل في سجون الميليشيا الإنقلابية، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة في حالته الصحية. وتؤكد المعلومات أن الميليشيا الإنقلابية أخرجته من معتقله في ليلة عيد الفطر، وكان يعاني من وضع صحي صعب، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله بعد خروجه من المعتقل حتى وفاته. موقع المشاهد نت يعنون في صفحته الرئيسية فيما يتعلق ببدء صرف مرتبات الموظفين في تعز، ويقول الموقع استنادا إلى تصريحات بعض الموظفين أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أكد لهم بدء صرف المرتبات لموظفي تعز من اليوم. وقال الموقع أنه تم الاتفاق على أن تستمر الحكومة بصرف مرتبات الموظفين شهريا بالتزامن مع صرفها لبقية المحافظات المحررة، مع جدولة صرف الرواتب المتأخرة بما لا يقل عن صرف راتب من الأشهر المتأخرة مع راتب كل شهر. وقال الموقع أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات بين بن دغر والوفد، منها سرعة فتح فرع البنك المركزي بتعز وتقديم الدعم السريع للأجهزة الأمنية في محافظة تعز لضبط الأمن وإعادة الاستقرار والسكينة العامة للمحافظة والبدء بترميم طريق هيجة العبد. ثورة 26 من سبتمبر: جلال الذكرى ومآسي النكبة. تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، مضيفا في أجزاء منه: جلال ذكرى ثورة 26 من سبتمبر لا يزال يبعث فينا جمال الحدث الذي استلب فيه الشعب اليمني صبحه من غياهب ظلمات عهد الإمامة البائدة التي جثمت على صدور اليمنيين قرونا من الزمن وجرعته صنوف الجهل والفقر والجراحات النازفة. الثورة التي كان من أنبل أهدافها وأسماها إقامة حكم جمهوري يقوم على دعائم الديمقراطية في الحكم والحرية في ممارسة كل الحقوق والكفاية في الإنتاج القومي والعدالة في توزيع الثروة وتولي الوظائف العامة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين دون تمييز بينهم على أساس عرقي مذهبي أو مناطقي. الثورة التي حمل ألويتها زمار من أحرار كل اليمن أقسموا على أنفسهم أن يحققوا آمال جماهير شعبهم العظيم، فلم يعرفوا مذاقا للحياة قط، وشعبهم يرزح ويئن تحت وطأة التخلف المخيف والظلم القاسي والاستبداد المريع، فوهبوا أنفسهم لشعوبهم يحملون رؤوسهم على أكفهم ويأتون الموت ولا يهابونه، تاركين وراءهم لعاعة الدنيا ورخيصها لمن هم دونهم همة وعشقا وانتماء للوطن. فجروا أضواءها كالنيازك وتغنوا بها قصائد وألحانا جميلة، أناشيد ثورية وأغاني وجدانية، وانتشوا بها حتى الثمالة، رسموها لوحة عشق ارتوت ألوانها من خضرة الحقول وزرقة البحر وصفاء السماء، تفانوا بجد ليلا ونهار إلى تحقيق أهدافها التي صاغوها حلما جميلا واجب التحقيق،
وفرضوها حقيقة على الواقع المعاش. مرت بمراحل تعثرت مسيرتها في حركة 48، إلا أنها كانت شعلة الرماد، فكانت كما وصفها الشهيد جمال جميل قبل إعدامه مخاطباً الإمام أحمد: لقد تركناها حبلى وستلد ولو بعد حين. بعد 3 سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء، قد تبدو وتيرة الحياة اليومية في المدينة طبيعية إلى حد ما، لكن خلف جدران مستشفياتها ومدارسها وأبنيتها التاريخية أزمة إنسانية كبرى يغذيها نزاع دام يعمم المعاناة على كل أنحاء البلاد. ويضيف التقرير الذي جاء في صحيفة الأيام نقلا عن فرانس بريس: في موازاة النزوح والكوليرا وخطر المجاعة، يبقى التهديد الأمني مخيما على العاصمة العربية الوحيدة الخاضعة لحركة التمرد، رغم تراجع حدة المعارك في غالبية مناطق اليمن، وذلك نتيجة التوترات بين المتمردين وحلفائهم على الأرض. وحلم مراد الفنان التشكيلي الثلاثيني خلال مشاركته في احتجاجات العام 2011 التي طالبت بالإصلاح السياسي، حلم بأن تنعم مدينته بالسلام والحرية، لكن الحلم تبخر مع الحرب التي اندلعت في 2014 وسقوط صنعاء في أيدي الحوثيين في 21 من سبتمبر من العام ذاته، وخروجها بالتالي عن سلطة الحكومة المعترف بها. يقول مراد: عشنا حرية حقيقية بين 2011 و2014، حرية صنعناها نحن، لكن منذ 3 سنوات تغيرت الأمور بسرعة وتدهورت الأوضاع الإنسانية والصحية وعاد الخوف يسيطر علينا، لقد أصبحنا مكشوفي الظهر. ويتابع: صنعاء اليوم ليست صنعاء ما قبل 2014، الآن هي مدينة فوقها كلاشينكوف وطائرات. يستقبل اليمنيون السنة الرابعة لاجتياح المحافظات على يد جماعة الحوثي وحلفائها، والسنة الهجرية الجديدة وهم في طوابير طويلة يصل الانتظار فيها لساعات متأخرة من الليل منذ الخميس الماضي، آملين في الحصول على غاز منزلي بسعر معقول. ونقل مراسل يمن مونيتور أن آلاف النساء وكبار السن ينتظرون أمام محطات التعبئة الغازية التي تم الإعلان عن توزيع مادة الغاز المنزلي فيها، ليحتشد في كل نقطة الآلاف بعد الإعلانات الوهمية. وقال أحد مشرفي توزيع الغاز في صنعاء لمراسل يمن مونيتور إن عملية التوزيع عبارة عن دعاية إعلامية وكاذبة تم نشرها الأربعاء فقط، وظل المواطنون في طوابير الانتظار دون تعبئة. وأكد مصدر مسؤول في الجمعية اليمنية للغاز في تصريح ليمن مونيتور هذا الحديث بالقول: إن الكميات التي وزعها الحوثيون لا تكفي حتى حارة واحدة من حواري صنعاء، فضلا عن تغطية مديريات بأكملها. 3 سنوات على هدم المعبد، تحت هذا العنوان كتب نجيب اليافعي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، مضيفا في فقرات من المقال: من يقرأ التاريخ ويتفحص في الواقع سيجد أنه لا مخرج لليمنيين إلا بالتخلص من آخر زفرة للإمامة ولهذه العصابات التي كتمت على أنفاس اليمنيين وتحاول خنقهم وإعادتهم إلى بيت الإله الذي يدعون أحقيتهم في امتلاكه. إذا كانوا اعتدوا بأهمجيتهم غير المبررة على اليمنيين، فمن حق اليمنيين أن يدافعوا عن أنفسهم حتى وإن طالت المعركة، ومن غير المنطقي أن تفرض الأقلية القليلة رأيها وفكرها ومنطقها ومنهجها على أغلبية الشعب اليمني، فالمقاومة لم تكن سبباً وإنما نتيجة. وبدون محاسبة ومعاقبة عصابات الحوثي صالح على ما فعلوه، فإننا سنكرس سياسة من شأنها أن تطيل أمد الصراع وتسمح بتكراره في المستقبل. فمن المهم تأديبهم ولو باستخدام القوة، والمقاومة والجيش الوطني هي الأساس التي يتم البناء عليها لاستعادة الدولة وليس المفاوضات وفرض الأمر الواقع. ولعل الدولة الاتحادية ستكون أحد الحلول الاستراتيجية بدلا من سلطة ومركزية الدولة التي شهدناها كيف تكرست وسيطرت العصابات على مفاصلها بحكم تواجدها جميعا في العاصمة صنعاء. وإذا كانت السياسة القائمة للدولة والأحزاب والقوى الوطنية قد تجاهلت بقصد أو بغير قصد تدريس التاريخ والاتعاظ من دوراته العنيفة على الأقل التاريخ القريب المرتبط بثورة الإنسانية 26 من سبتمبر عام 1962، فإن 3 سنوات تكاد تكون كافية
ليعرف الشعب اليمني والمواطن وكل القوى الخطر الحقيقي والجذر العميق للمشكلة اليمنية. حملت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، أبرزها أنباء عن استقالة محافظ عدن ووضعه شروطا للعدول عنها، وعنوان الرئيس يربط عودته إلى عدن بعقد جلسات البرلمان ويؤكد أن الحسم العسكري هو الحل، ومن أبيان اعتقال 5 من عناصر القاعدة إثر مداهمة منازل بمدينتي لودر وموديا، وميدانيا رئيس هيئة الأركان يلتقي لواء العفاريت ويعد بمفاجآت. موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني يعنون في صفحته الرئيسية 44 صاروخا وقذيفة أطلقتها الميليشيا على قرى سكنية بالصلو خلال 24 ساعة، وقال الموقع إن الميليشيا الإنقلابية شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا على قرى سكنية بمديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لسبتمبر نت إن الصواريخ والقذائف التي أطلقتها الميليشيا الإنقلابية سقطت على قرية الصيار التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وذكرت المصادر أن طيران التحالف العربي كثف من تحليقه على مواقع الميليشيا في مديرية الصلو، كما استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيا الإنقلابية في نقيل الصلو أسفرت عن تدمير طقمين عسكريين. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نتابع الأحداث ونرصد التطورات، نتناول الخبر من زوايا متعددة. لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أهلا بكم من جديد. التمديد لولد الشيخ وتعيين نائب له محاولة أممية لتحريك الجمود، عنوان لصحيفة العرب الجديد والتي قالت في التفاصيل بدأ تمديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مهمة مبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تطورا ملائما للواقع لناحية غياب أي ملامح تسوية قريبة برعاية الأمم المتحدة. لكن التمديد هذه المرة وكما تقول الصحيفة جاء بعد تطور مهم تمثل بتعيين نائب للمبعوث إلى اليمن، في حين باتت الجهود الأممية غير منعشة لآمال اليمنيين على نحو كاف بعد محطات من الفشل المتتالي. الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت أخيرا مباركتها الرسمية لتمديد مهمة المبعوث الأممي بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد عقد ولد الشيخ سلسلة لقاءات على هامش الاجتماعات أبرزها مع الرئيس هادي، تناولت حسب مصادر رسمية استئناف جهود السلام والتباحث حول مقترح الأمم المتحدة الخاص بميناء الحديدة وأزمة رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ عام. جاء الإعلان عن تجديد مهمة ولد الشيخ إلى اليمن لستة أشهر إضافية بعد أيام من الكشف عن تعيين الأمم المتحدة نائبا لمبعوثها إلى اليمن وهو معين شريم، والذي كان مسؤولا في البعثة الأممية إلى ليبيا قبل أن تقرر الأمم المتحدة نقله إلى بعثة اليمن. الوزير العماني المكلف بالشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله قال بعد لقائه الرئيس هادي في نيويورك، وكما أوردت صحيفة الحياة، فإن مسقط ستعمل مع الرئيس بما يؤدي إلى وقف نزيف الدم وإرساء السلام الذي يستحقه الشعب اليمني. وأكد بن علوي موقف بلاده الداعمة لليمن لتجاوز التحديات كي يعود فاعلا وداعما وامتدادا لأشقائه وجيرانه. من جهة ثانية أعلن الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق أن دول المجلس قدمت مساعدات لليمن تجاوز حجمها 15 بليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن تعهدات الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في دول مجلس التعاون لهذه السنة داخل خطة الاستجابة الدولية تجاوزت 4
750 مليون دولار، وزادت على 2.7 بليون دولار خارج خطة الاستجابة. سبتمبر الثورة 55 عاما من التحدي. تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا: حربنا اليوم بين قوى التنوير وقوى التضليل، بين قوى التغيير والثورة الشعبية، وبين قوى الماضي والاستبداد والتسيد، بين أبنائي وأحفاد ثورة سبتمبر وأكتوبر، وبين أبنائي وأحفاد الإمامة والسلاطين والأمراء، بين من يرى أن الحكم للشعب كمصدر للسلطات، وبين من يرى حق الحكم لورثة القطاع ومحتكري الحياة وفق حق إلهي أو طائفي موروث من الزمن الساحق الذي ثار الشعب عليه منذ قرن من الزمن في كل المعمورة. هناك وعي حقيقي بطبيعة القضايا المختلفة المطروحة على أرض الواقع، وبين وعي مضلل لا يدرك الأمور على حقيقتها التي تجري عليها ما يجعل حكمه على مختلف القضايا والأمور التي تجري من حوله حكما خاطئا لا يستطيع مقاربة عين الصواب بأي شكل من الأشكال، مستندا على مغالطات وحشو وتحريض وتأليب. ويتركز الوعي على الثقافة والعلم والتجربة ومستوى التفكير والنشاط الذهني، وما أكثر العقول الكسالى التي انطلت عليهم المغالطات وأسرتهم الصور الذهنية المخاطبة لعواطفهم بعيدا عن العقل والمنطق، فانقادوا بعيدا عن مصالحهم لخدمة مصالح المستبد تسيدا وارثا الأرض ومن عليها. سبتمبر ثورة أوجدتها قناعات شعبية لتحقيق أهداف وطنية بإرادة جماهيرية وأدوات من الوسط الشعبي البسيط، ضد التوريث للحكم والأرض ومن عليها، ضد وهم الحق الإلهي والإرث الطائفي في الحكم، ضد التخلف والجهل والمرض، ضد أسر ميزت نفسها وتسلطت وهيمنت على الأمة، ضد تقييد العقل والروح بالخرافات والخزعبلات. في الشأن الدولي، تعنون شبكة البي بي سي: المرأة الحديدية الأفريقية أول امرأة ترأس ليبيريا سعيدة بإنجازاتها. وعلى العكس من كثير من نظرائها القادة الرجال، عبرت إيلين جونسون سيرليف: أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد، عبرت عن سرورها بقرارها عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة التزاما بالعملية الديمقراطية. وتقبلت جونسون سيرليف حقيقة أن فترة حكمها التي امتدت 12 عاما قد اقتربت من نهايتها، إذ ستعقد الانتخابات الرئاسية بعد أقل من 3 أسابيع. وقالت جونسون سيرليف لبي بي سي: أشعر بالرضا، أعتقد أنني تمكنت من تحقيق أهدافي إلى حد بعيد، هدفي استرجاع ليبيريا وإعادة الخدمات الأساسية ونشر الديمقراطية والمحافظة على السلم. وأضافت: أنا ملتزمة أيضا بالعملية الديمقراطية التي تنص على انتهاء الولاية الرئاسية بعد فترتين، يسعدني أن أقوم بذلك، وأعتقد أنني أرسل بذلك رسالة واضحة للقادة في كل أنحاء العالم. وعلى العكس من ذلك، وفي الوقت الذي تغادر فيه الرئيسة، تعنون صحيفة القدس العربي في موضوع قريب: دوتيرتي يرشح ابنته سارة لخلافته في رئاسة الفلبين. وقالت الصحيفة إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ألمح إلى أن ابنته عمدة مدينة دافاو سارة دوتيرتي كاربيو يمكن أن تخلفه في عام 2022 وفقا لما ذكرته الصحيفة. ونقلت صحيفة فلبين ستار عن دوتيرتي قوله خلال حديث مع الصحفيين: لا أجد مرشحا أفضل من سارة ليصبح الرئيس القادم. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفلبيني قوله إنها ليست متعصبة، كما وصف ابنته بأنها امرأة قوية تعرف القانون بشكل جيد للغاية. يوم فاصل في تاريخ السياسة الألمانية كما يقول موقع هاف بوست، وذلك ببدء التصويت في الانتخابات التشريعية، حيث يصوت الألمان في الانتخابات الوطنية التي ستفوز فيها على الأرجح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بولاية رابعة في سابقة تاريخية، فيما من المتوقع دخول أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة البرلمان للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ميركل المحافظ سيبقى التكتل الأكبر في البرلمان، لكن انقسام المشهد السياسي الألماني ربما يجعل من تشكيل ميركل تحالف حاكم أمرا أصعب من ذي قبل. ميركل حثت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بالقول لهم: نريد أن ندعم الحافز لديكم حتى يكون بإمكاننا الوصول إلى عدد أكبر بكثير من الناس.
إذن عرف الشرق الأوسط مثل هذه الأوقات الأليمة قبل قرن، وحينها كان فجر عصر النفط يبزغ، وكانت ثلاث سلالات حاكمة تتداعى وتتهاوى. هكذا بدأ مراد يتكن ما قاله المعادة نشره في صحيفة الحياة اللندنية، والذي حمل عنوان كردستان وآلام المخاض في الشرق الأوسط. حينها كانت الولايات المتحدة قوة نامية ولم تكن الفصيل السياسي في المنطقة والعالم، وكانت بريطانيا وفرنسا أبرز القوى المهيمنة في وجه ألمانيا التي كانت تسعى كذلك إلى ضمان الوصول إلى المناطق الغنية بالنفط في الشرق الأوسط والقوقاز. ومنذ ذاك أبصر النور أكبر مشروع اشتراكي في العالم المعاصر، الاتحاد السوفيتي، وأفلا وتفكك، وجمهورية تركيا، وقلة من السياسيين الأوروبيين توقعوا أن تقيد لها حياة مديدة. نجت وصمدت وصارت صاحبة واحد من أكبر الاقتصادات في المنطقة على الرغم افتقارها إلى النفط والغاز وموارد الطاقة. وإيران هي بلد إرث دولته راسخ في التاريخ، وهي كذلك نجت وصمدت على رغم فداحة رضة الثورة الإسلامية. ومصر دولة أخرى راسخة في الشرق الأوسط كتبت كذلك لها الحياة، على خلاف دول مصطنعة في أوروبا مثل يوغوسلافيا وشيكوسلوفاكيا انهارت في التسعينات. وإسرائيل أنشئت في 1948، وهي لاعب جديد نسبيا في المنطقة، ولكن دورها بارز في الشرق الأوسط. ويعود الفضل في هذا إلى دعم أمريكا اللامتناهي. واليوم نعيش في عالم مختلف، وعلى الرغم أننا في فجر العصر الرقمي لم نخرج بعد من العصر النفطي، فالنفط والغاز لا يزالان وازنين في حسابات الدول. وتحتاج سوريا والعراق، وهما دولتان أبصرتا النور في عهد الانتدابين الفرنسي والبريطاني في الشرق الأوسط إثر تفكك السلطة العثمانية، إلى جهود دولية لتتماسكا وتحفظ وحدتهما. على الرغم أن البلدين هذين يملكان الغاز والنفط، واليوم فراغ القوة يعصي العقل في العراق وسوريا. ناشونال جيوغرافيك نشرت مجموعة من الصور للطبيعة الساحرة عبر صحيفة واشنطن بوست، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نشاهد. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.